السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فين ما كنتوا، داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. إذا الإخوان والأخوات، مستجدات جديدة تورط طارق ابن زوجة الكولونيل، مستجدات جديدة في الملف، مستجدات اللي ظهرت من بعد ظهور عاملة النظافة خديجة التي توفيت بالتسمم. فإخواني أخواتي، مستجدات جديدة في هذا الفيديو غادي نطرقوا لها، إلى جانب مستجد آخر اللي كيتعلق بتصريح للأستاذة والمحامية زينب الخيار وما ستعزم عليه من وضع شكايات بحق أناس وبحق أشخاص ترى فيهم أنهم يقفون حجر عثرة أمام تحقيق العدالة وأمام تقدمها وبذلها الجهد من أجل تحقيق العدالة لكل موكليها. فإخواني أخواتي، مستجدات جديدة في ملف الكولونيل العطور الله يوليه برحمة الله، عاملة النظافة هاد السيدة التي توفيت بسبب التسمم، واللي يعني كاينه معلومات تفيد إخواني أخواتي بأنها كانت يعني في لحظة وقوع الجريمة أو لصبيحة يوم الجريمة، فشاهدت مجموعة ديال الأمور. هاد عاملة النظافة اللي ربما مشات ضحية ديال هاد الشبكة الإجرامية المسؤولة بشكل مباشر على مقتل الكولونيل نور الدين العطور، هاد عاملة النظافة قالت مجموعة ديال المعطيات تدين طارق ابن زوجة الكولونيل المعروف بربيب الكولونيل. فعلى بركة الله الإخوان والأخوات، نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو. والبداية دائما كيف ما عهدتنا وكيف ما عرفتنا، دائما تكون وستظل هي بداية من أجل تجديد المطالب، مطالبنا المشروعة بتحقيق العدالة لروح الفقيد الكولونيل نور الدين العطور، وأيضا تجديد دعمنا اللامشروط للمطالبة بالحق المدني ابتسام ابنته، وأيضا تجديد دعمنا للمجهودات اللي كتبذلها المؤسسات رفقة الأستاذة زينب الخيار. وبهذه المناسبة أريد أن يعني نغني الكم المعلومات ديالكم، فكاين معلومات اللي كتفيد بان هنالك محامي اخر بشكل رسمي يوم الاثنين القادم غادي يدخل على خط هذا الملف، وغادي ازر ابتسام من اجل يعني تحقيق العداله ولا شيء غير العداله لروح الفقيد الكولونيل نور الدين العطور. فاخواني اخواتي، مستجدات تتعلق بتورط طريق الذي أثير اسمه بخصوص هذا الملف. ما كنتكلموش إخواني أخواتي على طريق المشوكر أو لا طريق الآخر، كنتكلموا على طريق اللي هو ربيب الكولونيل نور الدين العطور ابن زوجة الكولونيل الحاجة فاطمة. هذا الأخير ظهرت معلومات، هذه المعلومات مرتبطة بعاملة النظافة. أنا كاين واحد الفيديو غادي تلقاوه في القناة، فيديو اللي نزلنا اليوم منذ ساعات قليلة، تكلمنا فيه حول عاملة النظافة وقلنا عدة معلومات متعلقة بعاملة النظافة. هاد عاملة النظافة كاينه معلومات كتفيد بانها اعترفت او لقات لشي جهه هي الان توفات في دار الحق ونحن في دار الباطل، هي الان في دار البقاء وحنا الان يعني في دار اخرى، دار الدنيا، من اجل يعني اللي فيها كنجتهد دائما من اجل اظهار الحق، لان الحق هو سيد الموقف في كلتا الدارين، دار الدنيا ودار البقاء. فإخواني أخواتي، فهاد عاملة النظافة قالت مجموعة ديال المعطيات قبل وفاتها لأشخاص، هاد الأشخاص اعطوا معلومات لجهات وتسربات هاد المعلومات، معلومات اللي كتفيد بأنها شافت شخص كيهز ثلاثة ديال التليفونات في يديه صبيحة يوم مقتل الكولونيل نور الدين العطور، ولاحظت وجود سيارات عدة وعلى رأسها واحد السيارة واحد الفارغونيت كبيرة، ولاحظت واحد الشخص اللي هو ربما بشكل كبير انه هو هاد ربيب الكولونيل اللي هو طريق. هاد الكلام اخواني اخواتي لا نتحدث هنا بصفة الجزم، فطريق والزوجة وباقي افراد العائلة كيف ما قلنا يعني هم حلقة الدنيا في هذا الملف، لكن عندهم مفاتيح اللي من خلالها باش اننا نوصلوا لها خاصهم يتجاوبوا مع السلطات. لحد الساعه
ما عرفناهمش واش تجاوبوا ولا ما تجاوبوش لان الملف فيه سريه، لكن طريق مشار اليه في واقعه عامله النظافه على اساس انه كانوا بالحوزه ديالو ثلاثه ديال الهواتف. واش هما ديال الكولونيل؟ اش كان هو كيدير تما؟ واش فعلا المعلومات اللي كاينه حاليا كتروج بخصوص ان كاميرا المراقبه ديال العرس كشفت غياب طريق لحظه او تزامنا مع وقوع الجريمه في حق الكولونيل؟ لانه كان يتلحح ويتحجج بكونه كان متواجدا في هذاك العرس بحكم انه يعني كيخدم الموسيقى. اذا فاشنو كان كيدير تما؟ من ديول من دوك التليفونات. فهذه اسئله اللي مباشره واسئله اللي مهمه وكلام اللي خطير وخطير جدا، واكيد ان المصالح ديال الامن كتقوم الان بالتحقيقات ديالها، لان كيف ما كنقول لكم دائما هذا الملف راه فيه تحقيقات بشكل دائم، فيه اخذ اقوال ديال شهود، فيه اخذ اقوال ديال الناس اللي مستدعون بقوه القانون. فطريق تحت الانظار من بعد هذه المعلومات من جديد. طريق رفقة الزوجة ورفقة باقي أفراد العائلة وجهت لهم ودائما كنوجه لهم رسائلي بخصوص أنهم خصهم يتجاوبوا أكثر، لأننا كنشوفوا بالله الشبكة الإجرامية التي سيتم تأكيد وجودها عن طريق المؤسسات. نحن الآن غادين تابعين المعلومات اللي كتخرج الرأي العام واللي كتصدر واللي كتورينا وكتخلينا نستنتجوا باننا امام واحد الشبكه اللي هي كبيره وكبيره جدا، واللي ربما ماشي ربما وانما بواحد الشكل اللي اكيد اخواني اخواتي انها كتشتغل حاليا من اجل اعاقه تحقيق العداله في هذا الملف. هذا امر اللي خصنا نكونوا دائما دايرين بحسابه ونكونوا دائما واضعينه بالحسبان، لانه امر اللي لا محاله غادي يكون واقع ويقتضي منا اليقظة في هذا الباب، باش أننا يعني ما نتبعوش معلومات اللي تكون الهدف ديالها هو التشويش على المسار الحقيقي ديال هذا الملف. الأستاذة زينب الخيار التي ستدعم صفوفها بمحامي جديد في هذا الملف خرجت في واحد التصريح اخواني اخواتي وقالت بانها غادا دير واحد الشكايه باشخاص، ما عرفناش شكون هما هاد الاشخاص، لكن هي كتقول بان اشخاص يعني كيعيقوا تحقيق العداله او اللي كيستهدفوها. الامر عنده ارتباط اكيد بملف الكولونيل، لكن هي قالت الامر ايضا مرتبط بامور اخرى. فالاستاذه زينب الخيار كنتمنى ان الله يوفقها في هذا الملف. الامور الاخرى المتعلقه بملفات قد تفتح يعني بسبب هذا الملف كتبقى امور لثانويه، لكن ما دام ان الاستاذه زينب خير في جبهه تحقيق العداله اللي يروح الكولونيل العطور فنحن ندعم يعني طرحها. الى هنا الاخوان والاخوات جيت الختام ديال هذا الفيديو ختاما، كنتمنى لكم تمام الصحه والعافيه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.